تحية مجددة لكم مشاهدينا وعودة لاستكمال بقية فقراتنا، حيث تحولت الطرقات في بلادنا إلى آلات حاسبة تسجل أرقاما مخيفة تعكس عدم التمكن من مواجهة ظاهرة حوادث المرور. فرامل السيارات لم تتمكن من كبح الموت الذي أصبح من الأخبار السيئة التي لا تخلو منها يوميتنا. فما الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث وأين يكمن الحل؟ أسئلة وأخرى يجيب عنها السيد محمد كواش، خبير دولي في السلامة المرورية. صباح الخير سيد كواش. صباح الأنوار، تحية لك وتحية لكم سادة المشاهدين، جمعتكم طيبة مباركة بحول الله. كل الشكر لك وجمعة مباركة لك ولكل المشاهدين. إذن سيد كواش، حوادث المرور في تزايد مستمر والحصيلة دائما في ارتفاع، فبالأمس فقط كان في هناك حادث ولاية سيدي بالعباس الذي خلف 8 قتلى، وحادث اليوم بولاية تيارت يخلف أيضا 4 قتلى و37 جريح. الحصيلة ثقيلة ربما تدعو للقلق ولمعرفة الأسباب الحقيقية. دكتور كواش، أنت كخبير دولي في السلامة المرورية، في رأيك إلى ما ترجع هذه الأسباب وكيف تخلل مثل هكذا حوادث التي هي دائما في تزايد مستمر؟ بالفعل وللأسف ما نشاهد الآن من صور مؤلمة في طرقتنا يدعونا إلى البحث عن الأسباب الحقيقية وربما طرح الحلول المناسبة. للأسف نقول بكل صراحة بأن كل السياسات المتبعة في الجزائر لتصدي لظاهرة حوادث المرور في الجزائر لم تعطي ثمارها أو الثمار المرغوبة منها. من خلال مقدمتك نرى بأن ظاهرة حوادث المرور في الجزائر تطورت تطورا رهيبا جدا. ما كنا في القديم نتكلم على مخالفة مرورية، الآن نتكلم وبعد ذلك تطورت الأمور إلى عنف مروري، إجرام مروري، إرهاب الطرقات، وللأسف اليوم رانا نشهد مجازر مرورية. الصور التي نراها الآن ليست لانفجار مرفأ بيروت ولكن لمجازر مرورية تسجل بشكل متواصل في طرقاتنا. عندما نقف على الحادثين المؤلمين، الحادث البارحة بمدينة سيدي بالعباس والحادث اليوم اللي وقع بين في الطريق الرابط بين ولاية تيارت وكذلك ولاية غليزان، والأول أسفر عن 8 قتلى في عين المكان، والحادث الثاني أسفر عن 4 قتلى في عين المكان وحوالي 37 جريح. هي حصيلة مؤقتة وليست حصيلة دائمة، لأن في كثير من الجرحى قد تتحول أو تتضاعف إصاباتهم وحالتهم وقد تصل إلى الوفاة. وللأسف لأن الإحصاء في حوادث المرور هو مرتبط بكل ضحايا حوادث المرور من لحظة وقوع الحادث إلى شهر بعد الحادث. عندما نضع الحادثين المؤلمين تحت المجهر وتحت التحري العميق لظاهرة حوادث المرور، أولا هناك عاملين مشتركين في الحادثين، على المشاهد ان يركز معي وخاصه الاجهزه الامنيه والمهتمين بمجال السلامه المروريه. نشوف بان حادث مدينه بالعباس وقع على الساعه 5:28 دقيقه، حادث غليزان وتيارت وقع على الساعه كذلك حوالي الساعه 2 صباحا، اقول 2 صباحا وال5:28 دقيقه، وهي الفتره التي في الغالب يؤكد عليها الخبراء في مجال السلامه المروريه بانها اخطر فتره للسياقه، لان السياقه تقريبا تصبح صعبة ومستحيلة ومرهقة ومتعبة ومخفضة لقدرات السائق، تكون من حوالي من الساعة 2 صباحا إلى الساعة 5 صباحا. ونشوف بأن هذه الفترة التي وقع فيها الحادثين، العاملين المشتركين الثانيين في الحادثين، أولا هي حافلة للمسافات الطويلة. حادث بالعباس هي حافلة قادمة من تمر راست الى تلمسان، وحدث الحادث المرور في ولايه سيدي بالعباس يعني تقريبا بعد 1000 كيلومتر من السياقه. الحادث الثاني اللي وقع اليوم او صباحه اليوم على الساعه 2 صباحا وقع في مدينه او في الطريق الرابط بين غليزان وتيارت، وكانت الحافله قادمه يعني ركزوا معي من حاسي مسعود الى غايه وهران، تقريبا كذلك 1000 كيلومتر من السياقه. واكيد ان هذا ما يدعونا الى البحث والتحري حول هل هذه الحافلات التي نقلت هذه المسافات الطويله خضعت للصيانه الدوريه، ما هي الحاله الصحيه والنفسيه والجسديه لهذا السائق اللي قطع اكثر من 1000 كيلومتر من السياقه. اكيد هذا يجرنا الى الفراغات القانونيه المتعلقه بضبط سائقي المسافات الطويله والنصف الطويله. اذا قلنا بان عامل الارهاق الشديد، عامل السياقه للمسافات الطويله، عامل التوقيت هو كذلك ومطروح. وحتى بالنسبه لحادث مدينه سيدي بالعباس يعني فيه كثير من ربما الخفايا، نتمنى ان مصالح الامن سوف تطلعنا عليها، لان هذه مجرد فرضيات لاسباب الحوادث، لاننا يمكن ان نجزم الا بعد ما ربما تعطينا مصالح الامن الخاصه سواء حسب القطاع الانتساب سواء للشرطه او الدرك الوطني لتعطينا الاسباب الحقيقيه. بالنسبه لحادث سيدي بالعباس يعني والله انا استغربت اليه كثيرا جدا، حادث سياره ربما كانوا فيها 8 اشخاص كلهم توفوا في داخل السياره، شيء غير معقول. أنا أقبل 7 أشخاص 6 أشخاص إذا كانوا في أطفال، لكن 8 أشخاص ما
الشريحة العمرية الخاصة بهم من 17 إلى 42 سنة، يعني شيء مستحيل. كيف لهذا السائق وللضغط اللي كان موجود داخل المركبة قد يكون هذا من أسباب الحادث، وهي ما يعرف بالسياقة المزعجة أو السياقة في ظروف سيئة جدا. وحتى بالنسبة لنوعية المركبة التي كانت طرف في حادث مرور سيدي بالعباس من النوع القديم، قد تكون مرتبطة بهذا النوع من الحوادث. ونقطة كذلك مهمة جدا للمشاهد الكريم، هناك سؤال يطرح نفسه بالنسبة لحوادث الحافلات في الجزائر، لماذا يتكرر هذا النوع من الحوادث؟ أولا للأسف، وهذه نقولها على المباشر من خلال قناة البلاد المحترمة، نقول بأن حافلتنا بكل صراحة لا تأخذ قسط من الراحة، لا تخضع للصيانة إلا فقط عندما يكون هناك عطل ميكانيكي واضح أو عندما تخضع للمراقبة التقنية، أما الصيانة الدورية فهي منعدمة تقريبا. نعم، وهل هذا الأستاذ سيد كواش يعني يدفعنا إلى الحديث دائما عن المراقبة وعن الصيانة وعن ربما حتى ازدواجية السواق، لأنه دائما كما نعلم جميعا أنه القانون دائما يطالب بأن يكون فيه هناك سائق بديل لهذا السائق الذي دائما ما يقطع مسافات طويلة، وهذا ربما ما نجهله، نحن ربما يجهله سواق هذه الحافلات ولا يأخذون هذه القوانين بعين الاعتبار. بالفعل سؤال ممتاز جدا. يعني اولا يجب ان نفهم نقطه مهمه جدا، بان الترسانه القانونيه التي تنظم تنقل المسافرين او النقل المسافه الطويله والنصف الطويله سواء بالنسبه للحافلات والشاحنات هو متوفر وموجود ومضبوط الى اخره، ولكن للاسف الاطار لتطبيق هذه القوانين للاسف غير موجوده بشكل جدي. اولا بالنسبه لقضيه الازدواجيه السائق، في بعض الاحيان اولا في غالب الاحيان لا يوجد هناك ازدواجيه السائق ولكن سائق واحد، لان في بعض المفاوضات تكون بين السائق ومالك المركبه او المؤسسه التي يشتغل فيها، يقول له يعني في عوض انني ندير السائقين يلا خليني انا ندير الحافله ونجيبها واعطيني اجر ونصف، يعني ندير الاجر تاعي وندير الاجر تاع صديقي، خليني انا ندير حافله ونجيبها، وهذه مجازفه. ضيف الى ذلك اغلبيه السائقين ماهوش مالكي الحافله وانما عمال، وهذا ما يخليهم ربما التهاوي ولا مبالاه. هناك كذلك فارق اخر مهم جدا، اين هو مسؤول الامن والوقايه لشركات النقل المسافرين سواء كانت عموميه او خاصه، لانه هو الشخص اللي في حق يعاقب، لانه اولا يراقب الحافله اللي تنقلت، يعني سواء كانت مؤسسه خاصه او عموميه، ويراقب قدرة هذا السائق، يعني يعرف بان السائق تاعو يشوفه بلي تعبان مقلق متوتر عنده مده ما اخذش قسط من الراحه، فهنا تدخل المسؤوليه الامنيه والقانونيه لمسؤولي الامن والوقايه في كل المؤسسات سواء كانت خاصه او عامه. النقطه الثانيه التي اشرت اليها وهي ممتازه جدا وهي ازدواجيه السائق. في بعض الاحيان نعم يكون هناك ازدواجيه للسائق، ولكن السؤال اللي نطرحوه في الغالب ازدواجيه السائق اما يكون هذا السائق ركب في الحافله جمعه من حاسي مسعود توقف ربما في الجلفه ولا في البيض وغير سياقه الحافله، ولكن جاء في الحافله وبالتالي هل ظروف الراحه موجوده داخل الحافله انه ينام داخل الحافله الى اخره. هناك كذلك فراغ ربما غير موجود، وانا شفته كثير في الدول الاوروبيه وحتى في بعض الدول العربيه، الاستراحات الموجوده في طرقاتنا هل تحتوي على امكانيات اخذ قسط من الراحه؟ لان الحافله ممكن ان تتوقف لساعتين او ثلاثه، وما هذيك الحافله كي توقف يكون هذاك مكان تغيير السائق ويكون من خلال مرقد مؤهل حمام مساعد، يعني اخذ قسط من الحمام والتغذيه المناسبه. هذه هي الفراغات الموجوده بالنسبه لمراقبه السائقين، وحتى مراقبه السائقين على مستوى مصالح الامن يعني في طرقاتنا. ما هي ربما في حل موجود وانا طرحته في البرلمان الجزائري، ربما اذا كانوا يحبوا يتحصلوا عليه فهو موجود عندي، حل بسيط جدا وتكلفته صفر دينار، اقول صفر دينار لمراقبه السائقين المختلفين دون الحاجه الى المشار والوسائل التقنيه والتكنولوجيا المختلفه، لان للاسف مصالح الامن كيف يمكن ان تعرف هذا السائق اللي جاء من حاسي مسعود هل تم تغييره في الطريق؟ يعني شيء غير معقول. ونزيد نوضح نقطه مهمه جدا وبكل صراحه، هذا الشيء فراغ موجود كثير كثير جدا في طرقاتنا بالنسبه لنقل المسافرين ونقل البضائع. يعني اغلبيه السائقين، ما نقولش كلهم لكن اغلبيه السائقين، اما شباب مراهقون يعني ما عندوش هذيك المسؤوليه، لانه ما يكونوا شباب ما مش متزوجين الى اخره، مازال هذيك الاندفاعيه والقوه تاعو، او وهذه ملاحظة مهمة جدا موجهة لوزارة النقل، أغلبيتهم كبار في السن، ربما بعد سن التقاعد عنده رخصة السياقة، دار التقاعد تاعو مازال يشتغل في نقل المسافات الطويلة لأنه متقاعد، يقول له يلا ما تسورينيش وفقط برك أعطيني أجرة لو كانت خفيفة وأشتغل عندك. نعم سيد كواش، يعني في هذا النقطة، يعني هل يجب تحديد السن وما هي السن القانونية التي تسمح لهذا الشخص بقيادة هذه الحافلة وتكون لديه روح المسؤولية من أجل حماية هؤلاء الأشخاص الذين هم
وضعوا كل ثقتهم وأمنهم في هذه الحافلة وفي هذا السائق؟ والله طرحت وضعت الاصبع على الجرح، يعني بالنسبه لقضيه سن السائق المحترف، يسمى سن السائق المحترف سواء لنقل المسافرين او نقل البضائع. في الجزائر هو 25 سنه، يعني حتى المنظمه الدوليه او العالميه في العالم تؤكد بان قبل 25 سنه مستوى التركيز ومستوى تحمل المسؤوليه يكون ضعيف جدا، والنضج يعني تقريبا نضج الغده المسؤوله على المسؤوليه تكون بعد 25 سنه. ولكن 25 سنه بكل صراحه هل هي كافيه لتحمل هذا السائق المسؤوليه؟ كما نعرف بان معليش نقولها بين قوسين 30 سنه 35 سنه مازال ماهوش ناضج في بعض الاحيان. اذا السن هذا بالنسبه للسن الدنيوي، ولكن السن ربما اكبر سن فهو غير محدد، لان نلقاو 65 سنه 70 سنه يشق في حافله وهو مصاب ببعض الامراض المزمنه. ونقولها بكل صراحه، انا سافرت على في احدى المناسبات اللي حتى خرجت بالحافله خارج الوطن، وكنا في مجموعه كان معنا اطباء مهندسين وبياطره، والبياطره هم اللي نبهوني قال لي دكتور شفنا هذا السائق الحافله اللي خذانا وتنقل بينا الى خارج الوطن، نقول لك قالوا لي باللي تناول واحد الدواء شكوا فيه وحاولنا نراقبه وجدنا نتناول ادويه الامراض العصبيه ونقلنا الى خارج الوطن بالحافله. يعني تخيلي هذه الفراغات القانونيه، لان للاسف حتى بالنسبه لي الشهادات الطبية المقدمة في الجزائر للمترشحين لرخص السياقة بمختلف أنواعها سواء باء أو جيم ودال إلى آخره، يعني الوزن الخفيف والوزن الثقيل والنقل للمسافرين، يعني فحوصات طبية بسيطة جدا لا يوجد فيها تحاليل طبية ولا رسم الأشعة في القلب ولا رسم أشعة الدماغ أو مستوى التحكم في الأعصاب إلى آخره. نقول لك بكل صراحة كثير من السائقين ينقلون مشاكلهم الاجتماعية والنفسية والمرضية إلى طرقاتنا. نعم، وهل هذا يستدعي ربما إعادة النظر في شروط رخصة السياقة دكتور كواش؟ نعم، سؤال ممتاز جدا، هذا هو اللي أكدنا عليه ونبحث عليه ونطالب به وزارة الداخلية ووزارة النقل وحتى رئاسة الحكومة، أن يتم تغيير التعامل مع المترشحين رخصة السياقة وسياقة المسافات الطويلة وخاصة المسافات الطويلة والنصف طويلة. لماذا؟ لأن حنفتح لكم قوس مهم جدا وفراغ قانوني. لماذا قائد الطائرة يدرس مدة طويلة ليقود طائرة تنقل 40 شخص 50 شخص 100 شخص 200 شخص؟ نعم، ويخضع لفحص نفسي وتكوين لمدة طويلة، هل الأمر يتعلق بقيمة الأرواح أم بقيمة المركبة؟ إذن هنا هذا الفرق الموجود. إذن كيف لي في الجزائر مثلا أن من يريد أن ينتسب للمصالح الأمنية سواء الشرطة أو الدرك أو الحماية المدنية أو الجمارك إلى آخره، يعني يخضع للفحص النفسي، يعني ديلوجي إلكترونسيفالوغرافي، يعني فحص دماغي ويخضع للحوار النفسي مع مختص نفسي حتى ربما يتعرف على قدراته النفسية والاجتماعية ومدى تركيزه وقدرة انفعالاته قبل أن يتحصل أو يتحكم مؤسسة أمنية. فهو يملك مسدس يقتل به شخص واحد، ولكنني اعطي رخصه لسائق حافله ممكن ان يدير لي حادث مول يقتل لي 100 شخص 50 شخص 70 شخص، واعطي رخصه لسائق حافله لسائق شاحنه ينقل مواد متفجره مواد خطيره يدير حادث مول يقدر يفجر مدينه لا يخضع لاي فحص نفسي. اذا الفراغات في هذا الجانب موجوده سيدتي. نعم، وما هي الحلول دكتور كواش او ربما الاساليب التي من شانها ان تخد من مثل هكذا حوادث؟ نعم بالفعل، وهو سؤال ممتاز جدا. يعني الحلول الان الخاصه بمواجهه طائرة حوادث المرور خاصه بالنسبه للوزن الثقيل، لان كما ترين في الصور وكما نرى في الصور وكما نتابع الوضعيه الامنيه في طرقاتنا الان، اغلبيه الحوادث هي حوادث جماعيه، يعني خاصه بنقل المسافرين او نقل الحافلات. اولا نتمنى ورسالتي الى السيد رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون ان تصبح السلامه المروريه اولويه وطنيه لتحقيق الامن المروري، لاننا اذا نتكلم على الجزائر الجديده فيمكن ان نحقق النهضه الاقتصاديه، النهضة الاجتماعية، النهضة السياحية، النهضة التجارية في ظل الازدحام المروري وفي ظل اللاأمن المروري. أولا بالنسبة لنقل المسافرين، أولا يجب علينا أن نرفع سن المترشح لهذه الرخصة، كذلك وضع دفتر صيانة دوري للحافلات، كذلك إخضاع المركبات مركبات للمراقبه التقنيه المستمره، يعني تخفيض مده المراقبه، كذلك بالنسبه لسائقي الحافلات يجب كذلك اخضاعهم للفحص، يعني ما يعرف مثلا طب العمل، لماذا طب العمل هناك فحوص دوريه، اما بالنسبه لنقل المسافرين او نقل المسافات الطويله للبضائع لا يخضع للمراقبه الطبيه الدوريه وهو مصاب بداء السكري، وكما نعلم بان داء السكري مرض خطير، منهم من يعاني من امراض القلب، منهم من عنده مشاكل عصبيه نفسيه ويسوق الحافله ويسوق الشاحنه، لهذا يجب علينا أن نغير أسلوبنا في مراقبة هذا النوع من الحافلات، واللي ربما نحن الآن
ندائي. نحن الآن لا نحارب أي شخص، سواء كان سائق حافلة أو سائق شاحنة، نحن نرغب في حماية البضاعة، نرغب في حماية هذا الإنسان المسكين. يعني نقول لك يعني ربما حتى فراغات موجودة الآن، أين هي ربما حتى الوسائل التكنولوجية في المراقبة؟ لأن الحمد لله الآن ممكن تركب شريحة بالنسبة لهذا السائق الحافلة، ممكن أنك تراقبه بنظام إلكتروني وين راه موجود والسرعة اللي يسير بها إلى آخره. نقول لك في بعض الأحيان سائقي الحافلات وسائقي الشاحنات يعني مسافة تاع سبع سوايع سياقه يمكن نديرها في 5 سوايع، يقول لك يلا انا مهم نجيب له الحافله ولا نجيب له الشاحنه ونروح نقضي صوالحي، وغياب المراقبه. اذا المراقبه بالساتليت، المراقبه بالشرائح الالكترونيه كفيله بالتصدي لارهاب الطرقات اللي للاسف اللي اصبح ينزف وينخر الاقتصاد الوطني، لان دائما اؤكد عليها مصالح الامن قد تتدخل في حوادث مرور، وهذه النقطه يجب علي ان او يجب عليكم ان تنتبهوا معي السيده المشاهدين المسؤولين في الدوله المواطنين. نقول لكم بان حوادث المرور مخلفاتها قد تزيلها مصالح الامن والحمايه المدنيه والاشغال العموميه عندما ننظف الطريق ونزيل ربما اثار الحادث، ولكن الاثار الحقيقيه لحوادث المرور لا يمكن ازالتها، فهي تبقى في النفوس، تبقى في الاقتصاد. ونقول دائما بان حوادث المرور ليست مجرد أرقام تذكر في محاضر الشرطة والدرك والحماية المدنية، ولكن حوادث المرور هي مجموعة من الآهات والألام والأحزان والآهات والآفات الاجتماعية والإعاقات والخسائر المادية. ما نخسره في الجزائر يعتبر سنويا ويعتبر ميزانية بعض الدول الفقيرة، أقول يعتبر ميزانية بعض الدول الفقيرة، وما نخسره في طرقاتنا يمكن أن نشتري به سنويا 2 قطارات من نوع TGV، القطارات السريعة العالمية. نعم، والحوادث كثيرة والمآسي لا تنتهي هنا في الجزائر دكتور كواشو، من حوادث المرور إلى حوادث الغرق التي ربما تتسبب في الكثير من المآسي وآهات عائلات ربما فقدت أبنائها وأطفالها ربما في البرك المائية، وكان آخرها ربما حادث ولاية المسيلة الذي خلف 3 غرقى من فئة الأطفال في بركة مائية. دكتور كواش، أنت ربما كطبيب في الصحة العمومية، ما هي الأسباب التي تدفع بهؤلاء الأطفال إلى السباحة في مثل هكذا برك؟ وربما أين تكون هذه العائلات التي لا تراقب أبنائها يعني حتى بعد غرقهم؟ بالفعل وللأسف ربما تعرف الجزائر في الآونة الأخيرة مع ارتفاع المعتبر، نعم هذه الصور التي بالنسبة لبركة التي توفى فيها 3 أطفال 12 سنة و 15 سنة، تخيلوا يعني أطفال في عمر الزهور توفوا البارحة، هناك 3 في بركة مائية، ونزيد لك حدث آخر هو حدث في مدينة بوسعادة، مسبح صغير توفى في الطفل في عمره حوالي أظن 9 سنوات أو 13 سنة لا أتذكر جيدا. إذا 4 وفيات بالنسبة لأطفال في البرك المائية. للأسف مع موجة الحر الشديدة وخاصة المدن الداخلية قد يلجأ بعض أطفالنا وشبابنا إلى الذهاب إلى البرك المائية والسدود والتجمعات المائية المختلفة، وحتى بالنسبة للبرك الخاصة بالسقي في الأماكن الفلاحية، وفي بعض الأحيان يكون هذا الملاذ هم الوحيد في غياب بعض المرافق الترفيهية. نعم للأسف ربما خصوصية الحوادث في هذه الأماكن هي خطيرة جدا، وما نوضح للأولياء بما كيف تقع القتلى، كيف يكون هناك قتلى وفي هذه البركة المائية كمعلومة علمية للمشاهد الكريم وللأولياء. لماذا تكون القتلى؟ أولا بالنسبة للسباحة في السدود والبركة المائية لها خصوصية كبيرة جدا. أولا بالنسبة لقضية السباحة، السباحة تختلف بين المياه المالحة والمياه الحلوة، المياه الحلوة السباحة فيها أكثر خطورة وصعبة جدا مقارنة بمياه البحر، لأن مياه البحر هي خفيفة بفعل وجود الملح. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أغلبية الحوادث في البركة المائية والسدود هي حوادث غرق جماعية. لماذا غرق جماعية؟ لأن الطفل في الغالب ما يكونش وحده يسبح، يسبح وحده ثم أو يسبح مع مجموعة، لأنه يبدأ يغرق فيجيه شخص آخر، يعني صديقه أخوه عمه إلى آخره، فيحاول أن إنقاذه. أغلبيتهم شباب صغار ما عندهمش خبرة في السباحة، والإنسان اللي يكون يغرق في لحظة الغرق تاعو يعني يبدا يعاني بشكل كبير جدا، فيلتصق بالشخص الذي يلجا يقوم بنجدته فيغرقه معه. فلهذا نجد في الغالب ان القتلى في البرك المائيه هم 2 3. لماذا؟ انه هو راح يقتل الشخص اللي راح ينجيه من الغرق. النقطه الثانيه، فالسباحه في المياه الراكده مثل البرك المائيه والسدود هي سباحه خطيره جدا بفعل وجود الاشياء الصلبه من قطع معدنيه، اجور، صخور الى اخره، فيصطدم بها الشخص فيصاب باصابات خطيره جدا فتؤدي الى وفاته قبل الغرق، يعني يصاب باصابات خطيره هي من تسبب له الغرق. في اغلب الاحيان هذه البرك تحتوي على كائنات خطيره جدا كالافاعي والعقارب وبعض الحيوانات السامه التي في الغالب قد تؤدي الى اصابات خطيره جدا
تؤدي الى الوفاه قبل الغرق، وهي ما تؤدي الى عدم التركيز وفقدان السيطره في هذه الاماكن. واغلبيه الاطفال اللي يسبحوا في هذه الاماكن ما عندهمش خبره في السباحه، يعني يسبحون خطره في السنه الى اخره، او خطره في هذه الاماكن الخطره. اذا علينا ان نراقبها، واذا التهمه او المسؤوليه نوجهها للاولياء من جهه، نوجهها للسلطات توفير اماكن الرفاهي والترفيه والسباحه الى اخره، ونوجهها الى مالكي هذا النوع من البرك المائيه ومصالح الدرك والامن والحمايه المدنيه. يجب عليها احصاؤها وحمايتها ومراقبتها، واذا كانت ربما ليست لحاجه السقي الى اخره فيجب ازالتها بكل الوسائل. نعم، اذا نشكرك كل الشكر الدكتور محمد كواش والخبير الدولي في السلامه المروريه على كل هذه التوضيحات والنصائح المقدمه بخصوص حوادث المرور في الجزائر وحوادث الغرق في البرك المائيه والسدود. اذا مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الفقره، وغرفه الاخبار لا زالت متواصله بعد الفاصل.